أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة أخرى من برنامج ليكن نور. صلاتي إلى الله أنك تتبارك من خلال فقرات هذه الحلقة. حديثنا اليوم كتير مهم. رح نتكلم طبعا عن شخصية المسيح، لكن رح نحكي في موضوع كتير مهم: المسيح المحرر الأعظم. لماذا جاء المسيح؟ واحدة من الأسباب العديدة والمهم جدا، جاء ليعطي الحرية. رح نتكلم عن الحرية اللي بيعطيها يسوع المسيح، لكن أنا بدعو كل مشاهد أنه فعلا يفكر في هذا الموضوع جديا وبوضوح، لأنه المسيح هو الوحيد الذي يستطيع أن يحرر ويكسر أي نير عبودية. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.